اهلا بيكو في الفيديو الثالث من الاكتيفيتيز ك انستراكشنال تول. في المحاضره دي في احنا قاعدين بنتكلم من اولها عن الاكتيفيتيز واهميتها وازاي نعملها تصميم وكده. المفروض ان شاء الله في الفيديو ده واللي بعديه هنتكلم مع بعض شويه عن ازاي نقيم الاكتيفيتي. قبل ما ابتدي الحقيقه احب اعترف تقييم الاكتيفيتي مش من الحاجات السهله، لان بطبيعه الحال الاكتيفيتي يبقى كل واحد بيشتغل لوحده، كل واحد بيطلع برودكت لوحده. هنا احنا مش بنتكلم على حل مساله والمساله دي لازم ليها نتيجه واحده، وانما عاده الاكتيفيتي بيبقى فيها حريه اكبر في الشغل، بيبقى فيها ديزاين، بيبقى فيها كرياتيفيتي، وبالتالي تقييمها ما هواش من الحاجات اللي ممكن نعتبرها سهله. مع ذلك في بعض النصائح العامه اللي ممكن نبص لها واحنا بنعمل تقييم. اهم هذه النصائح دايما هو ايه الاوتكمز، الاوتكمز بتاعه الاكتيفيتي لازم تكون مرتبطه بايه اللي مطلوب من الاكتيفيتي انها تتعمل، زائد ايه اللي المفروض المتدرب بيتعلمه من الاكتيفيتي، ودي يمكن اهم من اللي هيطلع كبرودكت او كفيزيكال اوتكم. المفروض ان انا طبعا علشان تكون الاكتيفيتي بتاعتي على احسن ما يمكن ان انا اربط اي مخرج فيزيكال من الاكتيفيتي بالمخرج التعليمي بتاع الدرس او المحاضره او الكورس، وبالتالي هنا ربط ده بده هيخلي عمليه التقييم بالنسبه لي اسهل. المهم ان المفروض ان انا بقيم على المطلوب انه يخرج، على الاوتكم بتاعي. مش معقوله ابقى بعمل لك كورس ماث مثلا واقول لك هقيمك على الخط، اوكي، لان الخط مش من مخرجات الكورس بتاع الماث. كذلك انا بدربك على انك تستخدم مخرطه. ايه معنى ان انا وانت المفروض جاي تتدرب على استخدام المخرطة؟ يبقى تقييمك مش هيبقى له علاقة بالتركيب بتاع المخرطة او بتوصيل الكهرباء بتاعتها مثلا، الا اذا كان طبعا ده جزء من الكورس، وده غالبا مش هيبقى جزء من الكورس. فده ارتباط المقصود في الاوتكورس. تاني حاجة، احنا ممكن نبتدي نقيم اداء المتدرب من ناحية التيم انتراكشن، هو بيتفاعل مع التيم ولا لا، بيتكلم معهم، بيتبادل معهم الآراء ولا لا، بيسمع كويس ولا لا، لما بيتكلم بيتكلم بطريقة مناسبة ومهذبة ومقبولة ولا لا، ولا قاعد لوحده بيشتغل ومنفصل عن التيم لكن قاعد بيشتغل، ولا قاعد لوحده وملخوم في حاجة تانية خالص، قاعد بقى فاتح التليفون ولا قاعد بيعمل واتفر او نايم وسايب بقية التيم بتاعه. فهنا التيم انتراكشن ممكن يكون، واكشولي انا بفضل دايما ان انا احط التيم انتراكشن كواحد من الوسائل اللي بقيم بيها الاكتيفيتيز. مع ذلك لازم قبل ما الاكتيفيتي تبتدي يكون واضح من ضمن الاكسبلانيشن، زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، من ضمن الاكسبلانيشن بتاعك ان الاسسمنت بتاع المتدرب هيكون جزء منه معتمد على التيم انتراكشن. وهنا انت بتاخد التيم انتراكشن ده كاوبزرفيشن، انت بتبقى بره وبتبص والله واتس جوينج اون، الناس بتتكلم مع بعض ازاي، الناس بتتفاعل مع بعض ازاي، الناس بتاخد تدي مع بعض ازاي. وانا يمكن نقطه الضعف ان انت وانت بره، طب ما انت مش واقف معاهم هم بس، طبعا لو هم تيم واحد اوكي فاين، لكن غالبا انت بتتنقل من التيم ده للتيم ده للتيم ده للتيم ده. ممكن اول واحد يجي حظه الوحش ان انت ساعه ما جاي بتبص كان في الوقت اللي هو سمع حاجه بترن في التليفون فبيبص بيها، اوكي. فعشان كده يمكن ده يجي لنا لموضوع البير ايفالويشن. الناس اللي قعدت واشتغلت مع بعضها هي اقدر الناس على ان هي تقيم بعضها، بالذات في موضوع التيم انتراكشن. لو التقييم بتاع التيم انتراكشن اتعمل من خلال البيرز، من الزملاء بينهم وبين بعض، ده هيخلي التقييم بتاعهم احسن بكتير. مع ذلك خليني بس اكمل هنا. البير انتراكشن نفسه، سوري، البير ايفالويشن نفسه كمان ممكن يدخل فيه
كل واحد رأيه اللي قدامه ده فاهم قد إيه من اللي اتقال. وهنا طبعا دي حتة رمادي شوية، مش المفروض انك تعتمد قوي على تقييم التحصيل، تعتمد بيه تعتمد على البير ايفالويشن، لكن ما يمنعش ان البير ايفالويشن ممكن يديك مؤشرات للتحصيل. البير ايفالويشن اقيم في ان الناس تشوف اللي حواليها بيشتغلوا معاها كويس في الانتر اكشن ولا لا. هنا بقى تيجي ملاحظة مهمة، وهي ان الناس ساعات بتعتبر ان هي بتدي كده ايه كرم، بتفتح من جيوبها وتدي للناس، وانا كده بساعدك ان انا بديك درجات زيادة. هنا انت لا، انت محتاج تعمل طريقة ما ممكن عن طريقها تفهم الناس وتوعيهم كفاية ان انت لما بتديني درجة انا ما استحقهاش، انا كده ما اتعلمتش، انت كده ضرتني. وانما لما بتديني فيدباك تقول لي فيه ان انا مقصر في الحتة دي، ساعتها انا هستفيد اكتر. اوكي، محتاج الناس تبقى فاهمة النقطة دي كويس قوي. من الوسائل اللي ممكن تجبر، وهنا كلمة تجبر ما بحبهاش لكن يعني انسب كلمة هنا، تجبر الناس ان هي تدي درجة كويسة، ان انت تقول لهم طب اوكي الافريج بتاعك المفروض يبقى كذا، او مجموع الدرجات اللي هتديها في الخمس ست نقط دي المفروض يبقى دايما اقل من 25، فأقل من او بيساوي 25. وبالتالي 25 هنا من في خمس اسئلة مثلا، كل سؤال من 1 لـ10 يبقى ممكن ياخد لغاية 50، يبقى هو مرتبط انه بيدي في النص، بيدي في النص، هيدي اعلى من النص في الحاجة اللي فعلا المتدرب اللي قصاده فيها متميز، وهيدي اقل من النص في الحاجة اللي المتدرب فيها ضعيف. وعادة البني ادم الطبيعي كل حتة قوية عنده قصادها حتة ضعيفة، فهتلاقي الموضوع كده ممكن يبقى بالانس. انا شايف انك ممكن تستخدم دي، او تستخدم التوعية، او تستخدمهم مع بعض، بس لازم بشكل ما تخلي الدرجات اللي هتطلع من البيرز تكون لها معنى، ما تبقاش مجرد ايه بندي درجات كده كرم وبنحب بعض وكلنا ظراف وحلوين كلامنا. اخيرا في موضوع الايفالويشن او في موضوع الاسسمنت، هيريحك كتير قوي لو عملت روبريك. ايه الروبريك وايه اللي موجود فيها وازاي بتتعمل، ده هنتكلم عليه في الفيديو الجاي. الروبريك دي وسيله من وسائل التقييم، او اللي بتساعد كويس قوي في التقييم، ولو عملناها بتاخد مجهود في انها تتعمل، لكن لو عملناها فعلا بتوفر علينا مجهود كبير. ارجو انك تكون معايا ان شاء الله في الفيديو الجاي عشان نتكلم مع بعض عن الروبريكس وازاي بتتعمل. وبرضو انا الروبريكس مش هخوض فيها بعمق، وانما هحاول اكلمك كلام سريع بخطوط عريضة، وانت ممكن تلاقي معلومات اكتر من كده ان شاء الله. اشوفكم معايا الفيديو الجاي اللي هيكون اخر فيديو في المحاضرة دي، ارجو ان انتوا تشاركوني فيه.